لو الحكاية فيها إن فيتو. طب والخدمة السنة دي كانت بصفتك بقى حاج مش طيار يعني؟ عايز خدمة مصر الطيران عامة السنة دي 10/10. طيب الحمد لله. موسم الحج السنة دي كان كويس؟ أنا كويس مش أصل موسم الحج أنت بتسألي عليه بالنسبة للخدمات التعامل معاكم في السعودية المملكة عامة خدمات المملكة هي ما تقدرش تعمل أكتر من المتعين ما عدا القصة بتاعت إن هما بياخدوا الباسبورات ويحتفظوا بيها عند المتعوفين وعلشان ناخد الباسبور ده موضوع بيبقى مشكلة بالنسبة له ولازم تجيبي سواق سعودي علشان ياخد الباسبور يطلعك المطار الحاجات دي طبعا الحجاج أساسا بيبقوا تعبانين والحج مش هيقعد يلف ورا الباسبور بتاعه يعني أنا معايا قريبي برضه في الحج الباسبورات بتاعتنا تاهت ودخلت الجالية النيجيرية اوكي ده المشكله في هناك مش هنا المشكله هناك دي بقى دي محتاجه حل يعني بس مشكله الباسبورات ان هم مش بيسلموها بسهوله للمصريين مش للمصريين انا هم مش مطمئنين يعني مش متربصين المصريين تمام هم التعامل كله مع الحجاج بنفس الطريقه بالنسبه للمتوفيين المتوفيين السيستم بتاعهم مع الناس اللي بتتوفى هناك الحجاج اللي بيتوفوا هناك بيكون بيتم التعامل مع الجثث ازاي او مع الباسبورات لا لا بعد الشر بس حضرتك اكيد عارف لا ما شفتش مش حاجه ما لناش علاقه يعني حتى ما شفتش حد توفى او ما دي ما حصلتش ماشي ميرسي جدا يا كابتن والف الف مبروك لحضرتك